أقول لكم اسمعوني جيدا هذه الحلقات القادمة إن الله مد بعمرنا إن شاء الله وأعماركم حتى ترون صاحب الطلعة البهية والشمس الواضحة في رابعة النهار. والعنوني إن كنت كذابا. يوم 16 على ليلة 17 شهر السابع ينقلب العالم بأسره. يقول إن الكواكب تتداخل فيأتي الله بدخان عظيم وزلزال مرعب وهزات لم يعهدها العالم منذ أن هبط آدم إلى الأرض بعد أن غوى وعصى الله. إذن حينما قلت للسابع عن بينة من أمري وهذا لم تعهده الجزيرة العربية والعراق وغيره لننتظر هل إني كذاب دجال مشعوذ ساحر يلا خلي.